أذكر هبل، أذكر هبل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. هذا طبعا مقطع من فيلم الرسالة. هذا المسلمين وهم مستضعفين في الأيام الأولى، وكما أبرزها فيلم الرسالة لمخرج عظيم للأسف قتل في واقعة سيئة. هبل هنا طبعا اللي بيعرفش القصة فقط، هذا صحابي، مثل صحابي عمار بن ياسر، وعمار بن ياسر هنا في الفيلم طبعا يمثل هذا الممثل، يقول انه يذكر هبل، لانه شو يقولوا لهم هنا الكفار، يعني الكفار لما كانوا في الحرب مع المسلمين مع البعثه النبويه، يقول لهم اعلوا هبل، اعلوا هبل، خلونا من هذا لا اله الا الله، اعلوا هبل. ف ام والد عمار بن ياسر رفضوا ذلك وماتوا تحت التعذيب، بينما عمار لم يستطيع، خاصة هو يشوف في أمه تتعذب قبل أن يقتلوها، فقال هبل، هبل، ذكر هبل، صنم كان تعبدوا قريش. وش يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان هناك انزعاج، كيف لي صحابي، وكان صحابي سيظهر فيما بعد صحابي كبير وأيضا مؤمن الأوائل، يعني كيف قبل أن يقول هبل؟ قال له، وكان هو منزعج خاصة بعد ما شاف، قالوا لا تثريب عليك، ما كانش عليك ولا شيء، لا شيء عليك. خليني كنت حاب نقرأ لكم حتى المقطع باش اخواننا، اختي كان كثير من اخواننا اللي يحبوا الوثيقة في الامور هذه، احنا نقرأ لكم بسرعة يعني. هذه من الوسيط الطنطاوي، يعني تفسير الوسيط الطنطاوي. الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآية وهذه هي اللي تحدثت على هذه الواقعة. ذكر المفسرون في سبب نزول قوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه روايات، منها قول الألوسي روى أن قريش أكره عمار وأبويه ياسر وياسمينة وسمية عفوا وسمية على الارتداد، فأبوا فربطوا سمية ببين بعيرين ثم قتلوها وقتلوا ياسرا، وهما أول شهيدين في الإسلام، المرأة الأولى اللي ماتت في الإسلام، هذه أيضا نوع من الاحترام للمرأة، أول شهيدة في الإسلام هي امرأة في الحقيقة، ثم زوجها. كان رواية مرات تقول الزوج قبل، لكن مرجح أن المرأة هي التي قتلت الأولى. وهما أول شهيدين في الإسلام. أما عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليه، فقيل يا رسول الله إن عمار قد كفر، فقال صلى الله عليه وسلم كلا، إن عمار مليء إيمانا من قرنه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه ويقول له ما لك، إن عاودوا فعد لهم بما قلت. لو كان يعاودوا يجي يعذبوك ويقولوا لك علو هبل، عاود قول هذاك الشيء. قبل أن يذهب بن حليمة، ولما بدأ الشك موجود أنه ممكن يرحل، كان له حديث مع واحد من إخواننا، بلكي يبعثوا لي، أعتقد أنه عنده التسجيل، قال له ممكن يتعذب وكذا، قال له قل لهم ما يريدون، وقل لهم أي شيء، قول الصحيح والكاذب، أعطيهم الفيلم اللي حوسوا عليه، أعطيهم الفيلم الهندي اللي حوسوا عليه، لا تنزعج. قالوا بالك تنزعج الأستاذ؟ قالوا لا تنزعج. وزدت لما عرفت أنا هذا كلمت، قلت له لا تنزعج، قل لهم أي شيء، أي شيء، أي شيء تشعر بأنك تحت الترغيب أو الترهيب، تحت التعذيب أو تهديد بالتعذيب، قول. ما يحركناش ولا شيء، ما ناش أولاد اليوم في هذه المعركة، ما راناش المعركة من أجل أنفسنا، هم كاين كثير شيطنوا فينا، واش دارنا؟ يزيدنا عزيمة ويزيدنا قوة،
ويزيدنا مواجهة ليس أكثر. خلينا نختموها بهذا، مهم جدا. Écoutez, mon capitaine, je vous affirme que c'est un médicament qui a déjà fait ses preuves. Je connais. Où est-ce qu'il habite ? Hassan Tero, Adam. Hein ? Où est-ce qu'il habite ? À la Kasba. Fi ? Fi le Kasba. Koul Hassan. Fi le Kasba. Je connais. And Boualem. Je connais Boualem. Hassan. Je connais Boualem. Boualem, je connais. Titiche. Quoi ? Qu'est-ce que tu connais, mon capitaine ? Fais-moi cerner la maison, ce bonhomme Titiche. Tout de suite ! C'est lui, ça ! Oh, mais Bakou, j'en aurais jamais dû venir le déranger aujourd'hui. هنا هنا حسن طيرو، باش نحبسوا هنا وما نطولوش فيها. حسن طيرو يتمسخر بهم طبعا. حسن طيرو في الافلام اللي مثلها وكانت على الثوره الجزائريه كان دائما يمثل ذلك الشخص اللي يحكموه يعذبوه وبعد يصرح يقول يتمسخر بهم يعني، او مرات يمثل دور الحركه يعني الخوافين الجبناء هذوك اللي ينقلبوا الى اخره. فهنا يقول لهم بعلام تيتوش ترى تيتيش طبعا بوعلام تيتوش تيتيش بوعلام هذا مشهور جدا في القصبة، هو تاع الغايطة وتاع فكان بعثهم يعني بعثهم يتمسخر بيهم يعني باش يورونا باللي تحت التعذيب الإنسان يقدر يقول أي شيء. لكن حا اسمعوا هذه واحدة أخرى، ولذلك ربما جاتنا هذيك شبعونا مقروط، اسمعوها أيضا دايما مع البارع حسن طيرو رحمه الله. أحمد وين سيرتكي؟ فين راهو؟ كون لا بوينت بيسكات. كيسكي دي؟ يدي لا بوينت بيسكات. كونتينيو 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 لا بوينت بيسكات فين؟ قام فيلا كابرون فين؟ في بابور. يدي ان باتو ما كابيتان تما كيسكي قال باتو البابور واش فيه؟ عرفت السلاح؟ السلاح فين؟ واش راك تقول؟ المقروط تاتي لعبته المقروط ما كابيتان عرفت المقروط.